الحانة مقاولة بحال جميع المقاولات، كتشكل مصدر رزق للعديد من الأسر المغربية، كما كتساهم في ازدهار ونمو الاقتصاد ديال المغرب. اليوم العاملين في هاد الحانات وأسرهم كيعانيو وكيكافحوا من أجل إعادة فتح هاد الحانات بعد ما تم إغلاقهم سابقا بفعل تداعيات جائحة وباء كورونا. Voilà, bonjour, je suis dans le domaine de la restauration. Je suis propriétaire d'un restaurant qui se trouve quartier Racine, boulevard d'Anfa. Voilà ce qu'il en est. De toute façon, on a été sanctionné pour un retrait de licence par rapport à l'absence du gérant. Mais en sachant que l'établissement il est fermé, j'ai 20 familles qui sont derrière moi, dont ils ne savent pas quoi faire pendant cette sanction. Et on ne sait pas de la sanction, wesh, un mois, ou la deux mois, ou la trois mois. Parce qu'en changement de gérant, on a un dossier à fournir. Et en fin de compte, on a les commissions. Alors on ne sait pas de l'autorisation quand elle va être délivrée. Et notre ouverture, elle est aux dépens du personnel qui est dans ce restaurant depuis 15 ans, 14 ans, 13 ans. Alors moi, je ne comprends pas ces familles. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire ? السلام عليكم. انا عزيز خدام بوندون 24 انا خدام في هذا الميتي. دابا جا وقفونا ما عرفناش علاش. كما قال لك السيد الرئيس، حنا عندنا التزامات، عندنا طريطه ديال مع البنكه، عندنا ولاد في المدرسه، بلا ما نهضروا على المعيشه ديال اليوميه. حنا دابا واقفين بور لانسون عن بين الله، ما عندنا ما ناكلو، ما عرفت شنو ما فهمنا والو في هذا الشيء. حسبي الله ونعم الوكيل، هذا الشيء اللي كاين وخصنا نديروا معنا شي حل. السلام عليكم الاخوان. قدمكم راسين صاحب حانه مستمر، صاحب حانه. دابا لحد الساعه من شهر 3 لو 16 3 2020 حنا تنعانيوا من المشكل ديال الاغلاق. تنتمناو من الله ومن السلطات المحليه تساعدنا على اساس اننا نستأنفوا النشاط ديالنا على غرار باقي القطاعات الاخرى، وبلا ما نعاود لكم على المعاناه اللي نعانيو حاليا، حيت معاناه كثيرة. وهذا الشيء اللي غنقول لكم الإخوان، وتنطالبوا السلطات المحلية عاوتاني باش تاخذ بعين الاعتبار المعاناة المادية والاقتصادية والاجتماعية اللي تيعانيو هاد الناس هادو كمواطنين أول حاجة، كمستثمرين. تنخلصوا داك الشيء اللي علينا، تنخلصوا الضرائب، تنخلصوا الواجبات، تنخلصوا كل شيء. عندنا مجموعة ديال المستخدمين تيشتغلوا معانا، راهم تشردوا، كاين اللي ولا كاين اللي تعاطل المهنة أخرى لا تليق بالمستوى ديالو، كاين اللي ولا عاجز، كاين اللي مريض، كاين اللي ما لاقيش باش يشري الدواء، كاين اللي ما قيدش ولادو لحد الساعة في المدرسة. كاين مجموعة ديال المساعين، تتمناو من الله ان الناس هادو ياخذوا بعين الاعتبار هاد المعاناه هادي، ويشوفوا هاد الارقام اللي الارقام ديال الفلوس اللي تدخل للخزينه ديال الدوله من هاد القطاع ايضا للمغرب، والخزينه في امس الحاجه اليها. وشكرا. السلام عليكم. انا بدوي محمد، كنخدم في هاد القطاع ديال الفندقه والمطاعم. حنا ضرينا مع هاد الجائحه، وكنتمناو الله يدير شي تولي الخير لهاد الناس، راه حنا ضعنا بزاف، وحنا كنتمناو الخير ان شاء الله لاي واحد. وشكرا. السلام عليكم. جو بريزونت سي محمد هانك، سي ديريكتور دو لا ريستوراسيون دوبوي 25 ans. جو جير لو ريستوران راسينغ بولفار دونفا. اون ا روسي واحد الكونفوكاسيون ان اري سوبيتمون، où on a beaucoup de charges, des personnels, 20 personnes, on a beaucoup de charges. Daraib, les fournisseurs, les paiements des personnels. J'ai Adnaz Dolina, sans aucune raison, Marf Chalèche. Ou d'abord, on parle de ce qu'on a fait pour le problème. Il a besoin de faire la fermeture subite, sans préavis, sans donner une chance de s'expliquer. Merci beaucoup. اليوم قررنا نزوروا جمعيه الاطلس لارباب الحانات والمطاعم والملاهي الليليه، وفوجئنا بارقام صادمه. اولا سيد الرئيس، نعطوك الكلمه باش تقدم لنا نفسك وتحكي لنا على الوضع اللي كاين في القطاع ديالكم. قاسم جدوري جلالي، رئيس جمعيه الاطلس بجهه الدار البيضاء سطات لارباب الحانات والمطاعم والملاهي الليليه وتجار المواد الغذائيه مبيع الكحول. حنا فوجئنا بواحد القرار
النهار الاول وهو 16 مارس 2020 بالاغلاق جميع المحلات التجاريه لبيع الكحول كلها. فاذا بي داز الشهر الاول الثاني الثالث الرابع اللي هو 26 25 6 2020 باش يتفتحوا المطاعم فقط والحانات والملاهي الليليه ممنوع يفتحوا. فاذا بيبداو كيشتغلوا هذوك البحالات المطاعم بدا عليهم الاكتظاظ، وسبب الاكتظاظ وهو اغلاق الحانات. بدات المراقبه ديال الشرطه، فاذا بك لقاو الاكتظاظ كاين ولكن السبب ديالو راه هو الحانات. من بعد ولاو كيديروا دي رابور للولايه، والولايه كتاخذ في حق هذوك صحاب المطاعم الاغلاق بصفه نهائيه، ومؤخرا ولاو الاغلاق مؤقت محدد بشهور. ولكن هذه القرارات تجاوزت جميع القرارات ديال الاغلاق اللي سبب تشرد ديال العائلات من ناحيه ديال اصحاب الحانات واصحاب المطاعم والملاهي الليليه. هاد القرارات شردت هاد الناس اللي خلاتهم يبيعوا حوايجهم وخلاتهم يبيعوا الطوموبيلات ديالهم باش يخلصوا الضرائب اللي كاينه الان اللي جات لهاد المحلات اللي هما مسدودين. وزارة المالية صيفطت رسائل كتعلق بأداء جميع الضرائب اللي كتخص هذه المحلات اللي التجارية اللي بيع الكحول، وهما سادين ناضوا باعوا حوايجهم. لأنه عندنا واحد القضية وهو تاكس لا ليسونس، تاكس لا ليسونس إلا ما خلصتي شيء ملي ربما يصدر قرار ديال افتتاح خاصك تجيب تاكس لا ليسونس يكون خالص، إلا ما خلصتي شيء ما تفتحش. هما يا مساكن مشاو باعوا حوايجهم وخلصوا الضرائب، جميع الضرائب خلصوها كيتسناو، عندهم واحد الامال، ولكن هذاك الامال فاشل لحد الان ما كاينش. وجا دابا الان الموسم الدراسي، هاد العمال اللي هما خدامين في هاد الحانات راه ما قيدوش ولادهم هاد العام في المدارس. المدارس خاصهم يسجلوا، خاصهم فلوس، خاصهم الكتب، العمال ما خدامينش باش غادي يسجلوا هذا، غادي يخرجوا الدراري اميين. وحنا المغاربه كنحاربوا الاميه ولكن حنا السبب ديالها، وكنحاربوا البطاله وحنا السبب ديالها. السبب ديال البطاله وهو يا اغلاق هاد المحلات كلهم اللي هما يا اللي هما هاد المحلات تقريبا شغلين واحد النسبة كثيرة. هنا في الدار البيضاء كانت تقريبا واحد 20 أو 25 ألف عامل، وهاد العمال هادو راه كل واحد تابعوا أسرة اللي فيها 6 7 10 ديال الأفراد. فلهذا كناشدوا السلطة وكذلك والي الجهة الدار البيضاء السطات باش يعيد النظر في القرارات ديال الإغلاق المحلات التجارية اللي بصفة نهائية وبصفة محددة اللي هي شهور، وكذلك افتتاح الحانات. ولو هاد الحانات اللي كيقولوا بأنه سبب ديال الكورونا، احنا يحيدوا ذاك الكونطوار اللي غيكون سبب الاكتظاظ، يعطيهم غير الطوابل ويفرضوا عليهم تاهما جوج في الطابلة، ويخليوا هاد الناس غير باش يخلصوا تسجيل ديال الدراسة ديالهم. وهاد العمال هادو راهم تشردوا، وهاد العمال راه من بعد غادي، ماشي من بعد، الان غادي يديروا قياطن في الزنقه قدام المحلات ديالهم، لانهم كانوا واخدين شقاق بالكريدي من الابناك اللي هو يا هاد السكن الاقتصادي. فاذا به ما خلصوش لانه ما خدامينش، راه 7 شهور او احنا خدامين في 8 شهور دابا، وهاد الناس ما خدامينش دابا، اضطرات الابناك باش تبيع عليهم الشقق ديالهم في المزاد العلني. حاليا شنو هما الانتظارات ديالكم؟
حاليا الانتظار ديالنا وهو يا مراجعة القرارات ديال إغلاق المحلات بصفة نهائية، وكذلك مراجعة القرارات ديال إغلاق المؤقت المحدد بشهور، وكذلك افتتاح الحانات والملاهي الليلية بشروط. احنا مستعدين لهاد الشروط اللي غادي تطلبنا السلطة، مستعدين نعملوها كلها، ولكن غير هاد الناس باش حتى هما يشوفوا شويه ديال النفس وشويه ديال الحياه. هاد الناس راه ما بقاش عندهم فين يزيدوا القدام، ما بقاوش. وكنزيدك واحد القضيه اللي هي يا استثنائيه، وهو يا المستثمرين اللي غاديين يجيو من برا راه ما بقاوش باغيين يدخلوا المغرب باش يستثمروا في هذا الميدان السياحي، لانهم ملي كيبغيو يجي يستثمر هنايا كياخذ فليساتو من هي من برا، وكيبغي يستثمر كيسول الناس اللي عندهم درايه في هذا الميدان هذا، والناس ملي كيسولوهم كيقول له دي ها وقع علينا كيرجعوا للور. وحنايا كمن هذا المنبر كناشدوا السلطه باش تحيد هاد المسائل ديال القرارات، باش يراجعوا هاد القرارات، باش الناس حتى هي تحاول باش تجي المغرب ويستثمروا هنا في المغرب، وحنايا باغيين نعاونوا الاقتصاد ديال البلاد، لانه هاد صاحب الحانه او المطعم او الملاهي الليليه راه كلهم كيساهموا في الاقتصاد ديال البلاد، وهما الوحيدين اللي كيخلصوا الضرائب في الوقت ديالها. الا جيتي تقلب على القطاعات الاخرين قليل اللي كيخلص، ولكن هادو كيخافوا على المحلات ديالهم خوفا شديدا وكيخلصوا في الوقت، ولكن ما لقاوش اللي يعاونهم. هما معاونين البلاد وكيجوعوا نفسهم ويخلصوا، ولكن ما لقاوش اللي يعاونهم. في نفس السياق تلاقينا بالسيد الكاتب العام، قدمنا نفسك. سعيد الفيري، كاتب عام للتجارة الداخلية المنضوية تحت الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل. سي سعيد، شنو هي الإجراءات والتدابير اللي اتخذتوها باش تاخذوا بيد العاملين اللي تدرب بفعل هذا القرار؟ نعم، منذ رفع الحجر الصحي اللي دارته لجنة الإقادة ودارت التخفيف وسمحت لبعض القطاعات باش يشتغلوا، إلا أنها تناست واحد الشريحة اللي هي في واحد القطع، وهو ديال الحانات والملاهي الليلية والمقاهي السياحية. منذ ذلك الوقت ونحن راسلنا كل الجهات لننبههم أنهم تناسوا واحد القطاع اللي ماشي معقول. من غير المعقول أن جميع القطاعات بدأت كتشتغل، بدأت كترزق الله، بدأت كتحرك شوية، إلا هذا القطاع. وهذه وصلنا 7 شهور، واش هاد الناس غيبقوا صايمين 7 شهور؟ واش هاد الناس ما عندهم التزامات؟ واش هاد الناس ما عندهمش أبناء اللي غدا غيمشيو للمدرسة وخاصهم واحد العداد كذلك ديال الالتزامات ديالهم؟ فين هاد المسؤولين هادو؟ وعلى الأقل غير يعيطوا لينا، حنا راسلناهم، غير يعيطوا لينا يفهمونا كيفاش جاتهم هاد القضية هادي. من غير المعقول أنه نساو واحد الشريحة مهمة من البشر، أرباب المطاعم، أرباب الحانات، أرباب الملاهي الليلية، الموسيقيين ديال الحانات وديال الملاهي الليلية، الحراس ديال الأمن ديال الأبواب ديال هاد المحلات، النساء ديال الميناج، النساء ديال المطبخ.
ايوا هذا علاش نساو هاد الناس هادو؟ من غير المعقول نساو هاد الناس. وربما هاد الناس اللي نساو هاد الناس ما عندهمش انسانيه، لا انسانيه لهم. من غير المعقول يبقاو الناس صايمين، راه ما كاينش شي صوم يا فوق 8 ساعات ولا 10 ساعات. راه صاموا هاد الناس 7 شهور اي واحد تلعين، مع انه القرار خاطئ. كون فتحنا للجميع كون ما يكون اقتضاد حتى في شي جهه. حنا سدينا 80% وحلينا 20%، وهذيك 80% كتمشي للمحلات اللي هي 20%، وكيوقع الاقتضاد كنجيو الحكايه اخرى وقصه اخرى ديال المراقبه ديال الحكومه، انه خاصنا ما يكونش الاقتضاد، وخاص الريستورون ديال الواجب ديالها تحت الماكله، وخاص الكمامه، وخاص وخاص وخاص. اش كيوقع؟ كيوقع انه الناس ربما نقول كتقطع، ولكن الخطا راه ماشي ملائكه هاد الناس. منين وقع شي خطا وتعقلوا وديروا شي عقوبه مقبوله. لا، كنقبطوا واحد الريستورون اللي فيها واحد العدد كذلك ديال الناس، وكنعطوها عقوبه ديال الاقفال ديال 5 شهور و6 شهور وشهر وشهرين. بل مشاو حتى لسحب الرخص والإعدام. هذا وخليونا غير مع كورونا، خليو الناس غير مع كورونا. علاش بغيتو تكونوا نتوما كورونا أخرى؟ راه هذه كورونا أخرى بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لنا احنا كممثلين ديال هذا القطاع نعتبر هذا العمل كورونا أخرى. إذن احنا كنطالبوا ومازال عندنا أمل، مازال عندنا أمل في السلطات وفي المسؤولين باش يتراجعوا على هذه القرارات. مازال عندنا أمل باش الناس تعقل شي شوية. راه كندفعوا الناس للفقر، راه كندفعوا الناس للتشرد. احنا مازال عندنا أمل كي قلت باش يستقبلونا الناس المسؤولين باش يفهمونا على هذه الوضعية اللي كيعيشها القطاع. أو لا، راه حنا غير ممثلين ديال هاد الناس، راه ما عندنا شي زر باش نبقاو مجلسينهم الأرض. راه هاد الناس غير ينفجروا، ولو أننا ما غنخليوهمش ينفجروا، ولكن كاينة آليات أخرى، آليات نضالية اللي كيسمح بها القانون، كيسمح بها الدستور. راه غادي نخرجوا نديروا وقفات احتجاجيه، بل غنوصلوا نديروا اضراب على الصعيد الدار البيضاء او حتى على الصعيد الوطني. حنا كنسقوا مع الجمعيات ديالنا في سائر المدن، ربما غنديروا ان شاء الله الا بقينا في هذه الوضعيه غادي ندعيوا الاضراب عام وطني.